وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي حسن صحيح فإنه ضعيف. قال الإمام أحمد إنه شاذ، إنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرة أيام، وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله، إلا من له عادة يصوم فإنه يصوم ولو بعد منتصف رمضان من شعبان. وعلى هذا فيكون الصيام ثلاثة أقسام: بعد النصف إلى 28 هذا مكروه إلا من اعتاد الصوم، لكن هذا القول مبني على صحة الحديث والإمام أحمد لم يصحح، وعلى هذا فلا كراهة. الثاني قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا محرم إلا من له عادة، والثالث يوم الشك فهذا محرم مطلقا لا تصوم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضان، وأما من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع، يعني بمعنى أنه يخشى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطا، وهذا لا يجوز أن يحتاط. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.